اختلاف عن التقرير اللي فات. قد يكون وده وارد جدا ان يكون في اختلاف عن التقرير اللي فات. انا شايف كده، شايف من مجريات الامور. لكن مش هيبقى في فصل في التقرير؟ لا مفيش فصل، بس لو في اختلاف يا جماعه دي اللجنه، دي لجنه اكاديميه من الجامعات، هيبقى في عندنا مشكله. دخلنا في مشكله، المحكمه هتدخل اساسا في مشكله، في تقرير المختص اللي هو العباسيه وفي تقرير اكاديمي. وبعدين ده مختص، العباسيه ده المختص يا جماعه، العباسيه ده اللي مختص الحقيقي. اما الاكاديمي ان انا هجيب من كل جامعه فهيبقى في كلام، يعني ممكن يطلع في عندها اختلال في القوى النفسيه او العقليه؟ لا هو وارد، وارد يكون في ضمور، والضمور ملوش دعوه بالجنان. حتى لو هي بتتكلم في انت ما فهمتيش الاجابه. وارد يكون في ضمور، الضمور ده مرض عضوي، بس مفيش اختلال، مفيش نفي مسؤوليه. يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، ممكن نخليها ان هي تعمل ده. ايش؟ تعالي 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 تعالي. ايوه قول يا مي. انا على فكره، على فكره هتدخليني في التقرير لسه ما قريتوش، انا بقول وارد. وارد يعني؟ اللي انا شايفه كده من مناقشه اللجنه او من خلال فهمي انا للموضوع، انه قد يكون هناك اختلاف ما بين التقريرين. دي بنسبه عاليه. اكيد في الجلسه النهارده ان هي قالت ان التقرير ولد وفاضل الاحراز، بس ادتنا اجل للاطلاع، هيبقى بكره تقريبا. وصف لنا شكل المتهم مليون. اوصف لك ايش؟ شكل هي والله نفس الشكل اللي فات ونفس غير النهارده، بس بتقول كان فين في عالم في ثبات يا فندم؟ قول ايه يا فندم؟ بقول عايز اطلع بكفاءه. قول يا استاذ سمير اللي حصل جوه التقرير الورد، واتفضت الاحراز، واحنا طلبنا اجل للاطلاع، والوضع اجله للاطلاع. ايه اللي خلى حضرتك وسمير؟ ان شاء الله هيكون بكره غالبا. ايه اللي خلى لسه ما طلعش الاجل، بس انا بقول لك غالبا. سمير ايه اللي خلى حضرتك تقول اتوقع ان في اختلاف؟ اتوقع من خلال حاجب، من خلال سكر، مش عارف. انا ده طب ايه السيناريو المتوقع بقى لو طلع مختلف؟ ايش؟ ايه السيناريو المتوقع لو طلع مختلف؟ هيبقى في عندك، ايوه برافو عليك، السؤال ده مهم. هيبقى عندك لجنه مختصه، هيبقى عندك لجنه مختصه ولجنه غير مختصه. اللجنه العباسيه مختصه ان هي مش مختلفه، واللجنه الاكاديميه اللي هي مش مختصه، وسبق ان احنا قلنا ان هي مش مختصه، قالت ان هي عندها ضمور مثلا. طب هل الضمور ده بينفي المسؤوليه ولا ما بينفيش؟ ولو طلع اختلاف بين الاثنين، نرجح الاصيل ولا نرجح الاكاديمي؟ ولا هيبقى في فصل في لجنه ثانيه من العباسيه؟ لسه ده كله هنناقشه قدام المحكمه. استاذ سمير معلش وضح لنا التفاصيل النهارده. حالتها هي وضح لنا التفاصيل الجلسه معلش تاني. ما فيش، اصل تفاصيل الجلسه كان في اجازه. التقرير جه واتفض، التقرير جه واتفض، واحنا طلبنا اجل الاطلاع. يعني الجلسه الماضيه كان المفروض ان احنا منتظرين تقرير اللجنه الخماسيه. جه واتفض والمحكمه طلبنا اجل الاطلاع عليه، قالت خلاص هاجل لكم الاطلاع عليه، غالبا هيكون بكره. يعني لازم يتم الاطلاع عليه علشان احنا نفنده، وعلشان نقف على اسانيد، وعشان نقف على حقائق. طب حرص من المحكمه اللجنه دي، اللجنه اللي هي تشكل ممكن سؤالك ايه؟ والله هجاوب على كل سؤال. انا يا استاذ ثانيه هقول لك اللي حصل ونص، هقول لك انت بالذات هقول لك اللي حصل ونص. انت بقى بتقول ايش؟ بقول لحضرتك يعني شايف ان ده حرص من المحكمه انها تجيب قرار لجنه ثانيه؟ كانت ممكن تكتفي بالعباسيه. رأي المحكمة وشأنها، بس ممكن المحكمة تعمل حاجة على غير القانون مثلا. أنا أمال أنا دوري إيه؟ أمال أنا موجود هنا ليه؟ عشان أقولها القانون بيقول كذا. طب هل من حق الدفاع المدني يطردك؟ ثانية بقى، عشان أنا سكتها وهاجي لك السؤال الجاي. بس يا أستاذة سامية، النهاردة الجلسة فيها تقرير، والتقرير ورد واتفضل، بس إحنا ما اطلعناش عليه، والمحكمة ادتنا أجل للاطلاع. غالبا هيكون بكره، هي لسه تعديل القرار ده في الجلسه، بس ممكن يكون بكره او بعد بكره. يعني ممكن يتم صدور انتهاء القضيه خلال الدور ده؟ ما اتوقعش، لان لو جه التقرير اللجنه ديت مخالف للي فات، هتبقى في مشكله عندي وعند المحكمه وفي الورق. في تقرير لجنه اصيل ومنوط، وهو الاختصاص الوظيفي اللي هو لجنه العباسيه، وفي تقرير اكاديمي ملوش علاقه، جايب من كل جامعه دكتور. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. طب خليك نظري برضه، شايف انه متناقض؟ ده توقع، انما انا لسه ما شفتش. استاذ سمير معلش، قالوا ان تقرير لجنه العباسيه مش هيطلع كل الافراد اللي هي النفسيه والعقليه اللي ما كانتش كده، عشان كده كونوا اللجنه
نفسيه. ايوه سؤالك وجيه الصراحه، سؤالك وجيه. كل دكتور مختص بمرض معين سواء نفسي او عقلي. عايز اجاوب سؤالك وجيه. لا اللي هنصور لك واحنا النقاش بتاع الجلسه الجايه ان شاء الله، لان هنصور التقريرين، هنحط لك التقرير قصاد بعض كده. هتلاقي ده، هتلاقي ده فحص كلينيكي وده فحص كلينيكي، هتلاقي ده فحص ذكاء، ده فحص الاكل، ده فحص الشرب، ده فحص مش عارف ايه، ده فحص، هتلاقيهم زي بعض. هتلاقي ده فحص، بس لو في اختلاف هيبقى في خلل يا جماعه، هيبقى في خلل. ايه اللي هيحصل بقى لو حصل خلل بقى بين التقريرين؟ المفروض ترجع للجنه عباسيه خماسيه، لان اللجنه دي احنا هنطعن عليها المفروض كده كده. على فكره هو المفروض المختص العباسي اللي ورده في التقرير، اللي ورده في التقرير، ما احنا قلنا ان الماده القانونيه بتقول اذا الاطباء اكتفوا على الاقل تزيد المده على 45. لو اللجنه اكتفت خلاص بترجعها بعد يوم، بعد 10 بعد 15. هل ممكن يكون المحامي طلب المتهم هو قال في اخر الجلسه هنقول حق بعد اخر حاجه اللي هو اللي هيوافق على الكلام ده؟ هو في يعني التصوير اللي فات يقول اللي هو عايز. ايوه محامي المتهم يقول الطلبات، ومحامي المدعي بالحق المدني يقول الطلبات ويقول كل حاجه. ما انا عارف اللي اجل بكره. انا كده كده جيت لبكره ان شاء الله. بكره انا بقول توقف، محدش ياخد على لساني يا جماعه قبل ما يطلع القرار عشان عيب، بس يعني خدوها مني. بقول توقعاتك في القرار، توقعاتك في القرار اليوم يا دكتور. توقعاتك في القرار، توقعاتك اللي يجي في القرار النهارده. انت قصدك التقرير مش التقرير؟ التقرير التقرير قصدي. اتوقع ان في اختلاف ما بينه وبين السابق. هيبقى في اختلاف. ليه بقى؟ عشان برضك تقول لي. لان لو هو مطابق المحكمه هتقول يا جماعه هو مطابق وزي النفاق، ولازم يبقى فيه اختلاف، يبقى مفيش اطلاع ولا فيه قصه، وهتلاقي الموضوع. انما ما دام فيه ولا يا جماعه يبطلوا عليه انتوا، يبقى الموضوع متهم. متهم ما ضافت اي حاجه في المحكمه زي الاول، وبتقول انا عايز ادفع كفاله واطلع. سمير منخدع وحش اللجنه الفنيه، ارجع لك تاني طبعا. حاجه اللجنه ملكش، ما جاتش اللجنه؟ لا اللجنه اصلا ما جاتش النهارده. لا اللجنه بعتت النهارده، ما ضافتش اي لجنه النهارده خالص، غير ان هي تقتل في خالص، غير ان انا عايز اطلع بكفاءه. يا استاذ سمير، بعد بعد ارسال اللجنه التقرير اليوم، هل ممكن اللجنه تطلب تاني المحكمه في حاله ان انت طلبتها ان هي تناقشها في التقرير؟ ايش تاني قلت السؤال؟ معلش يعني في حال اللجنه كده خلاص انتهت من عملها. طبعا اللجنه. هل ممكن حضرتك انت تطلب من المحكمه استدعاء اللجنه المناقشه دي في حاله ايه؟ ان انا اناقشها انا كمدعي بالحق المدني، هو المتهم يناقشها. لو انا معترف بيها. انما انا بقول دي لجنه اكاديميه تخالف الاصل، الاصيل هو العباسيه. فانا مش معقول انا اقول مش معترف بيها وهيجي اناقشها. بس ما كانش في اعتراض من الاول يا دكتور؟ لا في، حضراتكم ما ترددتوش على وجود اللجنه؟ لا، واحنا كنا مع الرئيس حتى خد رايه، والله بقول علنا له، كان في المداوله وبعدين بنناقشها. قلت له يا رئيس الاختصاص العباسي، والرئيس لما طلع قال ان ردوا علينا وقالوا يتعذر، واظن انا قلت معاك ومع غيرك، قلت ان الرئيس بيقول الاختصاص ينعقد العباسيه، الا ان الرئيس ده انه مستمر في ان هو يجمع كل دكتور من كل جامعه وهو حر. كان في خلاف كده جوه على حكايه المدعي بالحق المدني، اشرح لنا بس القصه دي معلش. لا هو مش في خلاف، هو لحد بيقول المدعي بالحق المدني، فانا بفهم المحامي الصغير ان الدعوه المدنيه تدور وجودا وعدما مع الدعوه الجنائيه. يعني لازم تؤثر. يعني ايه؟ يعني الراجل المتهم عشان هو محامي الصغير، فبقول يعني المدعي بالحق المدني بينضم للنيابه، فانا بفهمه لا مش بينضم للنيابه، لان الدعوه المدنيه تدور وجودا، او بكررها كتير اهو، ولها نصوص مواد ولازم تتاصل تاصيلا وتفنيدا دقيقا. حتى مسكت ليه؟ لان لولا ان تكون الدعوه الجنائيه ثابته، انا بتكلم في ثبوت الدليل، مش هتكون الدعوه المدنيه ولا ايش؟ فهمتها؟ مظبوط. طب هل تمسكت بالحكم المبدئي وعايز تشوف التمهيدي؟ لا انا بدي اشوف حكم التمهيدي اللي كان بتصوره. هل من الممكن خلال الاسبوع ده يتم الحكم؟ اعتقدش هيبقى في مشاكل. لو في اختلاف في التقارير هيبقى في، ما اعتقدش ان هو هيخلص. لكن حضرتك هتطلع يعني التقرير النهارده او بكره؟ النهارده ان شاء الله، وهنقول لكم بالليل. لكن شكرا دكتور، اعتقد انه هتاجل لبكره. ده وجهه نظري سعيد. بكره الصبح هقول لكم في صوره منه طبعا. القصه لي 24 زي ما حضرتكم تابعتوا معانا متابعي ابو دير ميديا. احنا النهارده كنا في جلسه سيده فؤوس اللي حاولت انهاء حياه طفلها. طبعا كلنا عارفين القصه، ازاي هي انهت حياه ابنها بطريقه وحشيه، ان هي
ان هي قامت بتخلص من ابنها اثناء هو كان قاعد معاها. ابنها 5 سنوات الطفل سعد، القضية اللي هزت الدنيا كلها. وطبعا زي ما حضراتكم كنتم متابعين معانا ان لسه القضية شغالة. تعالى نمشي كده. وان شاء الله حضراتكم تنتظرونا في لايفات تانية علشان نقول لكم كل جديد وتفاصيل القضية بالتفصيل. شكرا لكل متابعي ابو كبير ميديا، وان شاء الله تنتظرونا في لايفات تانية كتير. مع السلامة.